السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله IT هنبدأ كده مع بعض. هنتكلم الأول عن الـ General Characters للـ Nematodes. إيه هي النيماتودز؟ دي كانت الـ Cylindrical Worms أو الديدان الأسطوانية، ممكن نقول عليها برضو الـ Round Worms عشان هي في نتيجة إنها Cylindrical، فلما باخد فيها Cut Section Cut Section بتاعها بيبقى إيه؟ Round، فهي cylindrical worms الديدان الاسطوانية او round worms. طيب هي separate sexes يعني فيها male و female. ال females بتبقى اكبر من الميل في السايز، ال females بتبقى اكبر وبتبقى elongated unsegmented unsegmented عكس ال cystodes. ال cystodes لما خدتوها segmented كلها segmented، يبقى elongated و unsegmented و bilaterally symmetrical. دي ال general characters. طيب بالنسبة لل reproductive system، في الفيميل بيبقى في ovary بعدين oviduct بعدين uterus و tuitary. في tuitary بيحصل بينهم join ويعملوا one vagina وتفتح بالفالفا. طيب بالنسبة لل digestive system بيبدأ بالماوس وبينتهي بالانس. طيب بعد الماوس بيجي الاسوفيجس وليه several types هنتكلم عنهم بالتفصيل شوية. في رابتيدي فورم اوسوفيجس، كلاب شيبد اوسوفيجس، دبل بالبد اوسوفيجس، فيلاري فورم او سيلندريكال اوسوفيجس، و السيلولار اوسوفيجس. يبقى رابتيدي فورم، كلاب شيبد، دبل بالبد، فيلاري فورم او سيلندريكال، و السيلولار اوسوفيجس. طيب بالنسبه للرابتيدي فورم اوسوفيجس بيتكون من جزئين، سيلندريكال وبايري فورم، سيلندريكال وبايري فورم. الدبل بالب اوسوفيجاس برضو جزئين، كلاب شيب وسفيريكال، كلاب شيب تو اي وسفيريكال. هنشوف دلوقتي صور ليهم والدنيا هتبقى اوضح ان شاء الله. الفلاري فورم او السيلندريكال اوسوفيجاس انتيرور ماسكولار بورت وبوستيرور جلاندولار بورت. يبقى نبص كده مع بعض. الرابتيدي فورم اوسوفيجاس زي ما قلنا بيتكون من جزئين، الانتيرور سيلندريكال والبوستيرور بايريفورم. يبقى سيلندريكال انتيريور بارت وبايريفورم اكستيريور بارت، ده يبقى رابتيدي فورم اوسوفيكس. زي في حالات ايه؟ رابتيدي فورم لارفا بتاعت الاسترونجيلويد سيركولاريس. طيب الكلاب شيبد اوسوفيكس بيبقى بالمنظر ده كده، كلاب شيبد اوسوفيكس زي في حالات الانكلاستون والاسكيرس كمان. طيب الدبل بالبد اوسوفيكس بقى بيبقى ايه؟ ال anterior part دوت بيبقى club shaped وال posterior part بيبقى spherical. في حالة مين؟ ال osseous worm أو اللي هي entropious vermicularis worm. ال cylindrical type بيبقى فيه anterior muscular part و posterior glandular part. زي مين؟ ال filariform larva بتاعت ال ankylostome. طيب ال type الأخير اللي هو ال cellular type دوت بيبقى aligned by a row of cells lined by row of cells. تمام، زي في حالات الترايكينيلا والترايكورس زي ما هنقول كمان شويه ان شاء الله. طيب يبقى احنا قلنا الماوس، الماوس ممكن بيبقى provided ب بابيلي او لبس بقل كبسول، ممكن يبقى كمان في تيز. بعد الماوس قلنا الاسوفجس واتكلمنا عن التايبس بتاعته، رابتيدي فورم، فلاري فورم، كلاب شيبد، ودابل بالبد، وسيلر. بعدين يبقى الجي اي تي بتنتهي بالانس. طيب الانس في حالة الميل بيحصل جوين بين ايه؟ بين الجينيتال دكت، ويفتحوا مع بعض بفتحة واحدة اسمها الكولواك. تمام، لكن في الفيميل الانس بتفتح سيبرتي، بتفتح لوحدها فتحة لوحدها. طيب بالنسبة للورمز بقى النيماتودز الافكتنج الجي اي تي، هنتكلم في الجزء دلوقتي البراكتيكال على 6 ورمز، الاسكيرس لامبريكويدز والترايكوريس ترايكورا والانتروبيس فيرنكلاريس والهوك وورمز، هنقسمها لاثنين، الانكلاستوما ونيكيتور والسترونجيلويد ستيركولاريس. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالاسكيرس لامبريكويدز. اسكيرس لامبريكويدز الكالر بتاعها بيبقى كريمي، الكيوتيكل بتاعها فيه fine striations، والأسوفيجس club shaped زي ما احنا لسه قايلين. تمام كده،
يبقى كريم ان كولر، كيوتيكل فاينلي ستريتد with لاب شيبد. طيب بالنسبة للفيميل، ايه المورفولوجي بتاعتها؟ احنا لسه قايلين ان في النيماتودز الفيميل بتبقى اكبر من الميل. طيب فاللينس بتاعها حوالي 20 لـ 35 في نص سنتي. البوستيريور اند بتاعتها بتبقى ستريت، البوستيريور اند في الفيميل ستريت، فيها دبل سيتس من الجنتاليا، والفالفا بتفتح انتيرولي يعني بتفتح لقدام شوية ما بين الانتيرور 1/3 والبوستيرور 2/3. يبقى البوستيرور اند في الفيميل بتبقى ايه؟ ستريت، وهي في اللينس بتبقى اطول حوالي 20 لـ 35 سنتي. بالنسبة للميل بقى لا اقصر 15 لـ 25 سنتي في 4/10 من السنتي. طيب البوستيرور اند بتبقى كيرفد او كولد كده شوية، وفيها تو سبيكيولز زي شوكتين كده، يبقى في الميل كيرفد بوستيرور اند وفيها تو سبيكيولز. طيب الميل جينيتال اورجانز بتتكون من ايه؟ تستس، فالز ديفرنس، سيمينال فيسيكل، اند ايجاكولاتوري داكت، اللي احنا لسه قايلين انها ايه؟ جوين الانس ويفتحوا مع بعض بحاجه واحده اسمها الايه؟ الكلواكا. لكن الانس كانت في الفيميل بتفتح ايه؟ سيبريتلي. طيب نبص مع بعض في الصورة دي كده، دي اسكاريس ميل بوستيريور اند. بالنسبة للصورة دي ليه كده بالنكد اي، يعني دي صورة الشريحة بالنكد اي من غير ما تتحط تحت الميكروسكوب. ادي دي البوستيريور اند، هي كيرفد او كويلد شوية. طيب هنا بقى الصورة دي تحت الميكروسكوب باين انها كيرفد او كويلد شوية، وفي طالع منها تو سبيكيولز، تمام الشوكتين دول. يبقى لما تجيلي الصورة دي، دي ascaris male posterior end، ascaris male posterior end. ونركز يا جماعة ان احنا لازم نقول النص التاني، يعني ما نقولش اسم البارازايت ونسكت، علشان كلمة male او female او الجزء بتاع الورم دوت بيبقى عليه نص الدرجة، يبقى ascaris male posterior end لازم اقول male. طيب بالنسبة للاكس بقى، الاسكاريس اكس هنقسمها لثلاث حاجات، fertilized و unfertilized و decorticated. خلونا نبدأ دلوقتي بال fertilized egg. لما كنا بنتكلم عن الكريتيريا بتاعت الاكس لازم نقول نتكلم عن السايز والشيب والشل والكالر والكونتنت والكاركتر كمان، يبقى السايز وشيب وشل وكالر وكونتنت. طيب بالنسبة للسايز بتاع الفيرتلايزد ايج حوالي 60 لـ 45 مايكرون. طيب الشيب اوفل او سفيريكال، والشيل بتاعها دبل لايرز يعني تو لايرز، اوتر ماميليتد لاير يعني اللاير الخارجيه المتعرجه دي، اوتر ماميليتد لاير وانر سيك لاير، تمام يبقى دبل لاير الشيل بتاعها دبل لاير، اوتر ماميليتد اللي هو الكرايتيريا بتاعتها او الكاركتر بتاعتها اللي احنا بنعرفها منها وبنقول انها كانها شبه الشمس، تمام كنا بنقول انها كانها شبه الشمس. الاسكاريس ايج ليها اوتر ماميليتد لاير، تمام كنا بنقول عليها انها ايه؟ شبه الشمس. الكالر يلوش براون زي ما انتم شايفين، والكونتنت بتاعها يبقى اماتور، الكونتنت اماتور. اكبر صوره شويه، يبقى الاوتر ماميليتد لاير دي اول ما اشوفها اقول دي اسكاريس ايج، تمام وهنا الشيب بتاعها سفيريكال شويه، سفيريكال اكتر من ان هو يكون elongated، فدي ascaris fertilized egg، ascaris fertilized egg. بالنسبة بقى لل unfertilized egg، السايز بتاعها بيبقى هي بتبقى اطول شوية elongated اكتر، فهتبقى حوالي 90 × 45 مايكرو، 90 × 45 مايكرو. الشيب oval ولونج اند نارو، يبقى ما هياش spherical زي الايه الفيرتلايزد، لا ده هنا elongated اوفل ونارو، تمام. طيب الشيل بتاعها less developed outer mammillated layer، المammillated layer less developed، تمام كده. والcolor yellowish brown زي الفيرتلايزد، والcontent refractile granules، refractile granules. يبقى لو جات لي الايج spherical والmammillated layer واضحة يبقى دي ascaris fertilized egg، لو جت elongated كده ونارو و less developed outer mammillated يبقى دي ascaris unfertilized egg. طيب نكمل
types، احنا قلنا fertilized و unfertilized. النوع الثالث بقى decorticated egg. decorticated egg يعني ايه decorticated؟ ال outer myelinated layer دي كأنها cortex او كأنها القشرة بتاعت الايج، فدي fertilized egg او unfertilized egg فقدت ال outer myelinated layer. يعني ممكن تبقى fertilized او unfertilized لكن ايه، فقدت ال outer myelinated layer بتاعتها. نبص مع بعض كده في الصور دي، دي صورة fertilized egg تمام، وهنا دول unfertilized egg. دي بقى decorticated egg، ممكن تبقى unfertilized ممكن تبقى fertilized لكن فقدت الايه، ال outer myelinated layer. دي بقى صورة للإمبريونيتد إيج، يعني بعد ما بقت ماتشور وتكون جواها الإيه، اللارفا. هنا برضو نفس الكلام، fertilized egg تبقى well developed outer embryonated layer، والديكورتيكيتد لما بتفقد الماميليتد لاير بتاعتها، ودي unfertilized بتبقى elongated ونارو إيج، وهنا دي الإمبريونيتد إيج لما تكون جواها الإيه، اللارفا. ننقل على الورم اللي بعد كده، ترايكوريس ترايكورا، ترايكوريس ترايكورا، او الاسم التاني ليها انها ويب ورم. يعني ايه ويب ورم؟ يعني الدودة اللي عاملة زي الصوت او زي الكرباج تمام. طيب بالنسبة للترايكوريس ترايكورا، يهمني ان انا افرق ما بين الانتيريور بارت والبوستيريور بارت. طيب هنبص كده مع بعض، هنلاقي جزء واخد حوالي 3 فيفث من الورم او 3 اخماس الدودة، ده بيبقى ثن، جزء رفيع كده اللي هو كأنه هو الكرباج نفسه أو الصوت نفسه، وجزء تخين أو ثيك اللي هو كأنه الهاندل بتاع الويب أو الصوت. يبقى الجزء الرفيع دوت ده بيمثل 3/5 الورم، وده بيبقى الانتيريور بارت تمام كده. يبقى الجزء الرفيع هو الانتيريور، والثيك بارت دوت هو الايه، البوستيريور. الاسوفيجاس بتاع الترايكوريس لسه قايلين ان هو سيلولار، بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في all the same portion، يعني موجود في كل الجزء الايه، الرفيع ده. يبقى الاسوفيجاس في التريكورز سيلولر، موجود في الايه، في الانتيجور thin portion. طيب خلونا نقارن كده ما بين الميل والفيميل. زي ما قلنا برضو دايما هنلاقي معانا الفيميل اكبر، الفيميل حوالي 4-5 سنتي، لكن الميل 3-4 سنتي بس. طيب الميل البوستيريور اند بتاعته برضو كيرفد او كويلد زي في الاسكيرس، البوستيريور اند بتبقى كيرفد كده او كويلد شويه، وفيها هنا ايه، سنجل سبيكيول، يعني فيها شوكه واحده. لما اتكلمنا في الاسكيرس قلنا انها فيها ايه، تو سبيكيولز، لكن في التريكورز اونلي سنجل سبيكيول تمام، وجوه شيس، يبقى سنجل سبيكيول انسايد ا شيس. طيب بالنسبه للفيميل 4-5 سنتي، والبوستيريور اند بتاعتها ستريت. ستريت نعرف انتيريور من بوستيريور ازاي؟ بالثيكنس، الجزء الرفيع هو الانتيريور سيم بورت، والبوستيريور اند دوت بيبقى ايه، الثيك بورت. طيب نبص تاني كده، نفس الكلام، الانتيريور اند بتبقى رفيعه تمام كده، والبوستيريور اند هي اللي بتبقى ثيك. تهمني البوستيريور اند عشان هفرق منها ده ميل ولا فيميل. لو فيميل هتبقى ايه، ستريت، لو ميل هتبقى كويلد ولفه حوالين نفسها كده. طيب هنا دي صوره لشريحه برضو بالنيكت اي، نفس الكلام، الانتيريور سيم بارت دوت مش هفرق بيه، هو متشابه في الاثنين. هنا نفس الكلام دوت الانتيريور سيم بارت، هنا كويلد على نفسه. هيهمني البوستيريور ثيك بارت، لو لقيته كويلد كده يبقى ده الايه، تريكوريس تريكورا ميل، لو لقيته لا ستريت يبقى دي تريكوريس تريكورا فيميل. بالنسبة للايج بقى بتاعت التريكوريس، السايز بتاعها حوالي 50-20 مايكرو، والشيب بارل شيب. يعني ايه بارل شيب؟ يعني برميلية الشكل، يعني انها شبه البرميل، او ممكن اقول عليها حاجة تانية انها تري لايك، شبه الصينية. الميوكس بلاكس اللي في تبقى عند التو بولز دي بتدي منظر الايه، كانها ايدين الصينيه. هنا برضو نفس الكلام، فممكن نقول عليها بارل شيب، يعني برمليه الشكل، او انها تري لايك، شبه الصينيه. طيب الشيل بتاعها دبل لايرز، طبقتين، الكالر يلوش براون، والكونتنت اماتيور
والكاركتر بقى زي ما قلنا دلوقتي انها ليها ميوكس بلاج عند التو بولز، عند القطبين بتوعها كده في ميوكس بلاكس ممكن تبقى ديسولفد في التحضير، فتبان كأنها حتة فاضية. يبقى الشيب بتاعها لو جات لي ايج تري لايك او بارل شيب يبقى على طول اقول دي ايه الترايكوريس ترايكورا ايج. هنكبرنا الصورة شوية، ترايكوريس ترايكورا ايج برضو ميوكس بلاكس حصلها ديسولفنج في البريباريشن، بقت مديها منظر الايه التري لايك او زي ما قلنا انها بارل شيبت من شكل البرميل او شكل الايه الصينيه. الدوده اللي بعد كده الانتروبيوس فيرميكولاريس او الاكزيورس او البين ورم او السيت ورم، اللي هي الدوده الدبوسيه بين ورم الدوده الدبوسيه. تمام، هي سمول ان سايز صغيره في الحجم، ليها كوتيكولر اكسبانشن يعني زي انتفاخ كده في الكوتيكل بتاعها من قدام اللي هو اسمه كيفاليك ألا. الانتيريور اند كمان فيها 3 سمول لبس بس هي مش واضحه هنا في الصوره، ليها لبس 3 3 3 لبس سوري 3 لبس صغيرين مش باينين هنا. الاوسوفيجس بتاعها بيبقى طابل بالبد اوسوفيجس زي ما احنا لسه قايلين تايبس بتاعه الاوسوفيجس. الدبل بالبد دوت بيبقى ايه كلاب شيبد اوسوفيجس انتيريورلي وسفيريكال بورشن ايه بوستيريورلي. يبقى الانتروبيس فيرميكولاريس الاسوفيجس بتاعها دبل بلب، يهمني اعرف النقطه دي علشان هعرفها هعرف منها الايه زي ما هنشوف كمان شويه. طيب بالنسبه لي الميل طول بتاعه حوالي 2 لـ5 سنتي في 2 من 10 من الملي. البوستيريور اند بيبقى كيرفد، يبقى لو نركز كده يا جماعه هنلاقي ان تقريبا كل الميلز اللي عدوا علينا لغايه دلوقتي البوستيريور اند بتبقى ايه كيرفد في الميل، لكن في الفيميل بتبقى ستريت. يبقى الميل كيرفد او كول بوستيريور اند لكن الفيميل بتبقى ايه ستريت اند. طيب هنا برضو في سنجل سبيكيول زيه زي الميل بتاع مين بتاع الترايكوريس ترايكورا، لكن لما اتكلمنا في الاسكيرس قلنا انها الميل عنده تو سبيكيولز تو سبيكيولز. الميل هنا برضو عنده ايه سنجل سيت اوف جينتاليا. طيب الفيميل بقى لا الفيميل كبيرة 8 لـ13 تمام وفي نص الملي. طيب البوستيريور اند بتاعت الفيميل بتبقى ستريت زي ما احنا لسه متفقين وعندها تو سيتس اوف جينتاليا والفالفا بتفتح انتيريور، الفالفا فاتحة هنا ايه انتيريور. يبقى زي ما قلنا اهم حاجة بالنسبة لي الدبلد اوسوفيجس دبل بالبد اوسوفيجس. هنا اهي صورة انتروبيوس فيرميكولاريس ادلت انتيريور اند، يبقى الصوره مركزه لي على الانتيريور اند اللي مبينه الايه دبل بالبد اوسوفيجس. زي ما قلنا الانتيريور بورشن دوت بيبقى كلاب شيب والبوستيريور بيبقى ايه سفيريكال بورشن. يبقى انا اركز في الدبل بالبد اوسوفيجس دوت واكتب الكومنت كامل انتروبيوس فيرميكولاريس ادلت او انتيريور اند مبينه الايه دبل بالبد اوسوفيجس. طيب بالنسبة للإنتروبيس إيج السايز بتاعها حوالي 50 × 25 مايكرون. الشيب بقى عشان هو اللي بيميزها لي إنها بلينو كونفكس أو دي شيب. يعني إيه بلينو كونفكس؟ يعني ناحية بلين أو مستقيمة خالص والتانية كونفكس أو دي شيب كأن أنا رسم حرف الدي. تمام كده، هنا نفس الكلام بلينو كونفكس يعني ناحية بلين الناحية التانية إيه كونفكس. طيب الشيل بتاعها دبل لاير والكالر كالرلس، هي ملهاش لون بتبقى كأنها مرسومة بالقلم الرصاص كده كالرلس. تمام، الكونتنت بتاعها ماتشور بتبقى اللارفا موجودة الكونتنت بتاعها ماتشور. هنا نفس الكلام انتروبيس فيرميكولاريس ايج زي ما قلنا اهم ما يميزها الشيب بتاعها انها دي شيب او بلين وكونفكس، دي ناحية بلين والناحية التانية ايه كونفكس. هندخل على الورم اللي بعد كده الانكلاستوما جودينيل. انكلاستوما جودينيل قلنا هي الانكلاستوما والنيكيتور امريكانس بيتجمعوا مع بعض تحت مسمى الهوك وورمز. هنبدا بالانكلاستوما جودينيل، الكالر بتاعها بيبقى بينكش او كريمي جراي ماشي كده. في some sort of curve في البودي بتاعها بيبقى كيرف دورزلي او بوستيريورلي كده
وهنا برضو نفس الكيرف، والأسوفجس فيها بيبقى club shaped esophagus، club shaped esophagus. هنبدأ بالبقل كبسول، بقل كبسول بتاع البقل كبسول بتاع الأنكلوستوما بيبقى large و broader than longer. يعني ايه broader؟ يعني بالعرض كده أكتر من كده، يبقى اسمه broader، يعني الحتة دي أكبر من الحتة دي، broader than longer. الصورة دي بالإلكترون مايكروسكوب، تمام؟ فهنشوف إن ال upper margin provided بإيه؟ في two pairs من ال teeth، تمام؟ two pairs من ال teeth أهو، وال outer pair larger، يعني two pairs من ال teeth وال outer pair من ال teeth دول أكبر. طيب بالنسبة لل lower margin في plate ومقسوم بكليفت في النص، أو في شق في النص كده، ماشي كده؟ في كمان subventral teeth بس مش هتبان من بره كده، subventral teeth وبيبقى فاتح حواليهم glands، كفالة glands. هنا الصورة دي بقى باللايت مايكروسكوب، يبقى دي بالالكترون مايكروسكوب، هنا دي باللايت مايكروسكوب عادي. الكالر البني دوت نتيجة الالترد بلاد او الدايجستد بلاد اللي هي بتعمله sucking. وهنا هتلاقي باين pair من التيث، في تو تيث ظاهرين اهو، تمام كده؟ يبقى altered blood الكالر البراونش دوت او الدارك ريد دوت نتيجة ال altered blood و two teeth اهو. طيب بالنسبة بقى للميل وور من 9 لـ11 ملي في الطول، و curved posterior end، curved posterior end، وبتنتهي بحاجة اسمها cuticular cuticular expansion اسمه الكابيلاتي بيرزا او الميل بيرزا. يبقى البيرزا دي يا جماعه خاصه بالميل عشان ما نتلخبطش وتيجي صوره بيرزا ونقول عليها في ميل، لا الكابيلاتي بيرزا دي خاصه بالميل، تمام؟ وبيبقى طالع منها فينجر لايك بروجكشنز كده اسمها الفورتيفايد ريز، تمام؟ يبقى دي الميل بيرزا وطالع منها فينجر لايك بروجكشنز كده اسمها الايه الفورتيفايد ريز، تمام؟ وفي two separate spicules طالع من ال posterior end، two separate spicules. يبقى لما تيجي الصورة دي اسمها ankylostoma duodenal male posterior end، بتبين ايه؟ ال copulatory bursa و ال fortified rays بتاعتها، تمام؟ يبقى دي ankylostoma duodenal male posterior end او male bursa. طيب بالنسبة للفيميل وور طول بتاعها من 10 لـ14 ليها two sets من الجينيتاليا، والposterior end كالعادة بتبقى straight، تمام؟ الكوبيلاتري position يعني الوضع ساعة الكوبيليشن بيبقوا عاملين حرف الواي، الميل مع الفيميل عاملين حرف الواي، يبقى الفيميل straight end، الميل في some sort of coiling أو curving، وبتنتهي بالبرزة. لما تجيلي صورة البرزة يبقى دي ankylostoma duodenal male برزة أو posterior end showing the copulatory برزة. بالنسبة بقى للانكليستوما ايه؟ size بتاعها 60 × 40 مايكرون، والشيب بتاعها بيبقى oval أو elongated شوية with blunt poles، يعني blunt poles هنا يعني مش pointed، لا blunt poles، تمام كده؟ الشيل بتاعها thin رقيق خالص اهو، والcolor بيبقى translucent او colorless، الcontent immature ممكن يبقى 4 cell stage او اكتر، الcontent بيبقى immature. طيب ايه الكاركتر بتاعتها بقى؟ ان في empty space between الcontent والاكشل، يعني في فراغ كده ما بين الcontent، او ده الcontent وادي الشيل، فالفراغ ده بيميز الانكلستوما ايج. هنا برضو نفس الكلام، واضح الفراغ ما بين الكونتنت والايه والشل، يبقى ثنشل وفي فراغ ما بين الكونتنت، يبقى دي الكونتنت والشل، يبقى دي ايه انكلستوما ايج. ندخل بعد كده على الفلاريفورم لارفا، فلاريفورم لارفا حوالي 600 لـ 700 مايكرون في الطول، وليها شيف، يبقى نركز ان هنا لها شيس، تمام؟ علشان لما هنتكلم كمان شوية
في السترونجيلويد هنقول انها mount sheathed، يبقى هنا في sheath والتيل بتاعها sharp و pointed، عشان دي برضو من ضمن الاختلافات. ما هنتكلم هناك هنقول ان التيل بتاعها notched. تمام. هنا الاسوفيجس واخد حوالي 1/4 او 1/3 من طول الورم. تمام كده، 1/3 او 1/4 من البودي لينث. يبقى نركز هنا في شيز والتيل بتاعها pointed والاسوفيجس 1/3 او 1/4 بس. ما هنتكلم كمان شويه في السترونجيلويد سيركلاريت، هنلاقي ان الفلاريفورم لاربا بتاعتها unsheathed يعني ملهاش شيز، والتيل بتاعها notched، والاسوفيجس اطول من كده واخد حوالي نص طول الورم. ماشي. طيب ننقل بعد كده على الهوكورم الثانيه اللي هي النيكيتور امريكانس. نيكيتور امريكانس هي اصغر من الانكيلوستوما. الانتيرور اند بيبقى فيها some sort of bending، يعني كان متنيه تانية كده، والبوستيرور اند ليها كيرف عكس الايه دايركشن بتاع الورم. الميل بيرزا بيبقى لونج وفيها two spicules، بس هنا fused. هناك كانت بتبقى separate spicules في الانكيلوستوم. في النيكيتور fused spicules بيبقى يحصلهم fusion distally. طيب الفالفا بالنسبة للفيميل بتبقى في middle of the body، في نص البودي. والكوبيلاتري بوزيشن بالنسبة للنيكيتور تي شيب، في الانكيلوستوم كان واي شيب كوبيلاتري بوزيشن. نتكلم عن البقل كبسول. نيكيتور امريكانس بقل كبسول بيبقى longer than broader، بمعنى ان الجزء ده كده اطول من كده، يبقى longer than broader. تمام كده، يعني الحتة دي اطول كده اطول. طيب الابر مارجن بتاعها provide بايه؟ في two plates، plate و plate. تمام. في subventral و subdorsal teeth، بس طبعا مش باينين من view ده. زي ما قلنا الصورة الأبيض والأسود دي بتبقى electron microscope، الصورة دي باللايت microscope. لو بصينا هنا هنلاقي الكالر بتاعها يلوش، ما فيش منظر الدارك براون اللي كنا شايفينه في الانكيلوستوما. طبعا احنا عارفين الانكيلوستوما more sucking للبلد، فعلشان كده الكالر بتاع البلد هناك كان واضح اكتر. وهنا ما فيش تيس، طبعا تيس مش ظاهرة. يبقى لو جت الصورة دي باين فيها two plates في الأبر مارجن، وهنا مفيش altered blood ومفيش ال A teeth، يبقى نيكيتور أمريكانس بقل كبسول. هنا مقارنة ما بينهم هما الاتنين، الأنكيلوستوما جودينيل بقل كبسول والنيكيتور أمريكانس بقل كبسول. زي ما قلنا الأنكيلوستوما في صورة الإلكترون مايكروسكوب بيبان فيها ايه؟ الأبر مارجن في two pairs من التيث، الأوتر تيست يبقوا لارجر، اللور مارجن في بليت ولي كليفت في النص، مشقوق بكليفت في النص. بالنسبة للنيكيتور لا، ده الأبر مارجن باين فيه تو بليتس واللور مارجن مش باين فيه حاجة، في سب فنترال سب دورزال تيس جوه بس مش واضحة، ما بتبانش من الفيو ده بالصورة اللايت مايكروسكوب. الأنكليستوم عندي هنا البقة الكبسول بيبقى واخدة الدارك براونش كولر دوت او ريدش كولر دوت نتيجة الالترد بلود، وبين التو تيث هنا انتيرولي. انديكيتور لا، مفيش الترد بلود ومفيش اي تيث. هننقل على اخر ورم معانا في النيماتودز افكتنج الجي اي سي، سترونجيلويد ستيركولاريس. سترونجيلويد ستيركولاريس مورفولوجي ديبندز، بمعنى ايه؟ بمعنى ان المورفولوجي بتعتمد على الواي اوف ليفنج. هل البارازايت هل هتكون الادلتس هتكون فري ليفنج ولا بارازيتك؟ بالنسبه للميل الوضع ما بيختلفش، يعني الفري ليفنج والبارازيتك ميلز المورفولوجي بتاعتهم واحده، لكن لما نتكلم كمان شويه في الفيميل هنلاقي لا بتختلف من كونها فري ليفنج او كونها بارازيتك. طيب خلونا نبدا بالميل. من 7/10 ملي في 40 لـ50 مايكرون. الأسوفيجس بيبقى رابتيجيفورم أسوفيجس، البوستيرور أند كيرفد وكمان بوينتد، كيرفد وبوينتد إيه بوستيرور أند.
بالنسبة للفيميل بقى قلنا هيختلف هل هي free living ولا parasitic female. أول اختلاف هنا عندي في السايز، هنا 1 مللي في 50 لـ 75 مايكرون، هنا لأ 2.2 × 10 في 30 لـ 75 مايكرون. الأسوفيجس في الفري ليفنج فيميل بيبقى رابتي دي فور، لكن في البارازيتك بيبقى سلندريكال. هنا ليها تو هورند يوترس، يعني اليوترس كأنه ليه تو هورنز أو قرنين كده، والفالفا بتفتح near the middle of the ventral side، قريب من النص كأنها فاتحة في النص. تمام. البارازيتك فيميل ليها دبل سيتس من الجنتاليا، والفالفا بتفتح لورا شوية عند الجنكشن of middle and posterior third of the worm، يعني posterior شوية، هنا بتفتح حوالي في الميدل أو في نص الورم، لكن هنا ناحية البوستيريور شوية ما بين الميدل والبوستيريور ثيرد of the worm. طيب بالنسبة للسترونجايلويدس تيركولاليس، فيلاري فورم لارفا، فيلاري فورم لارفا اللينس بتاعها 600 لـ 700 مايكرون، والأسوفيكس بتاعها سلندريكال، وبياخد قد ايه من البودي؟ هاف اوف ذا بودي. لو تفتكروا لما اتكلمنا من شوية عن الانكليستما ديودينال في الفورم لارفا، قلنا انها الاسوفيكس بتاعها بياخد قد ايه؟ 1/3 أو 1/4 من اللينث اوف ذا بودي. لكن لا، في السترونجيلو تيركلاس في الفورم لارفا الاسوفيكس بتاعها اطول، بياخد حوالي هاف اوف ذا بودي. تمام. هنا مفيش شيز، نوت شيز، ونوتشد تيل. نوتشد تيل يعني لما خدنا كلوزر فيو على التيل بتاعتها، لان انها فيها نوتش. يعني ايه نوتش؟ يعني حته داخله لجوه كده. يبقى لو في نوتش تيل يبقى دي سترونجايلوتس تيركلاريس فيلاريفورم لارفا. ايه تاني بيفرقها عن الانكليستما ديودينال فيلاريفورم؟ ان دي نوتشيست، وكمان الاسوفيكس بتاعها اطول، ياخد حوالي ايه؟ هاف اوف ذا بودي، هاف ذا لينث اوف ذا بودي. لو حطيناهم في مقارنة كده مع بعض، الانكليستما ديجينال فلاريفورم لارفا السوفيكس فيها بيبقى shorter just 1/3 أو 1/4. تمام. سترونجيلويدس تيركلاريس فلاريفورم لارفا لا، بتبقى أطول، بياخد حوالي 1/2 أو نص length of the worm. تمام. of اللارفا يعني. والتيل بيبقى في الانكليستما ديجينال فلاريفورم لارفا pointed، لكن لا في السترونجيلويدس تيركلاريس بيبقى نوتشت، يعني في نوتش حته داخله لجوه كده زي ما شفنا. الانكليستما ديودينال فيلاريفورم لارفا ليها شيز، لكن السترونجيلويد فيلاريفورم لارفا نوت شيز، ما عليهاش شيز. تمام كده. احنا كده خلصنا المراجعه الخاص بالنيماتودز افكتنج جي اي تي، العملي بتاعها. شكرا جزيلا ليكم، وبالتوفيق ليكم جميعا ان شاء الله.